بدا مش حال عندهم اللي مات البس تشارلز الله يرحمه 40 سنه في عمره صغير مش كان معي كان البرودوي تاع خاطر كان يخدم فيه كان يخدم برانتيست يخدم الطب هذاك ما كان يخدم في الدار الشمبرة ضيقة وذاك البرودوي وذاك ولا الداخل ديال المرض هذا راجلك الله يرحمه كان يخدم برونتيزيست اي برونتيزيست تاع السنة تاع السنة وكان يخدم في شومبرة ضيقة الشومبرة ضيقة هذاك برودوي ولا له كونسير تاع الرئة الله أكبر أربع سنين وهو بالأكسجين أربع سنين وهو بالأكسجين وعندي واحد هي زوج هذا كبير وواحد صغير الثانية قلت له ما انا اخو غمدت انا وقعدة والو اللي تدخل هو هذا يقول بابا دخوتي 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 دخو عاد يقول بابا في دار في التبانة مات خويا في عمرو 34 سنة كيف هو؟ اش ما خلى وليدي هذا؟ ما خلاش وليدي خلى زوجه وشكي تهضري إما كانت تهضر فيه وشفتها كيفاش تحرقت الأم هي كبدة طاف كبدة طامة الله يرحمه. يعني إذا كان فهمت إنه كان يبني. كبرت باش داروا له الناس قالوا بغيتو كان يكون ندير الدار ونكتبوا دار لولادي خليهمش هكذا ما خليهمش هذاك نكتبوا لهم الدار داروا له الناس كي شافوه هكذا ربع سنين ما قدرش برضه ما يقدرش يرتاح داروا له الديار هذوك ماتوا خليه والله ما نروح منا غير حتى نكملكم الدار. يعيشك. حلم تاع شوقي والله يصبح حقيقة بفضل الله ثم بفضل كل جزائرية. كل واحد فيهم ندير له محيط تاعو، كل واحد فيهم ندير له بيت تاعو. والله 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 وعد مني لكم أنه ما نروحش منا نكملكم الدار. إن شاء الله.